وبناء عليه، هل تعتقد أن تكون أو أن يكون المنتخب الألماني مرشحا للفوز بيورو 2024 ولا مستبعد من الترشيحات؟ Also, ich würde es mal so sagen. Fußball ist ja alles möglich. Und في كرة für القدم mir كل auch. شيء ممكن، لا أستطيع أن Aber أقول قولا حاسما. أنت تعرف أن كرة القدم هي ich لعبة bin المفاجآت. bewundert. Ich bin echt sagen, wenn mit dieser Mannschaft ومن dieser Spielerqualität أنا يعني أستطيع أن أقول أنني مفاجأ بعض القليل ومصاب Deutschland بالاندهاش بعض القليل من أداء المنتخب، ولكن كما تعلم فكما قلت أن لعبة القرم هي لعبة المفاجآت، وكل شيء جائز الحدوث، كل شيء ممكن فيها، ولا أستطيع أن أعطي توقعات دقيقة بشأن إمكانيات الفوز أو الخسارة. في جميع الألعاب الرياضية فهذه الفرص، فرص الفوز متساوية مع فرص الخسارة، ولكن المنتخب الألماني برغم ذلك أستطيع أن أقول أنه قادر على الأداء وقادر. هناك الكثير من المشكلات والعوائق الفنية التي يجب علينا تجاوزها والعمل على تحسينها. لدينا بعض المشكلات الفنية كما قلت، أعتقد أن اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من العناية وإيلاء المزيد من العناية في المراكز التي يلعبون فيها على وجه التحديد.